بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فالقي السحره سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ فلا فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ, فأولئك لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم لقد أعلن السحرة إيمانهم بالله تعالى لم تبالي قلوب هذه السحرة أو لم تبالي قلوب السحرة المؤمنة بتهديد فرعون بل وجه فرعون بكلمة الإيمان القوية بمنتهى القوة والجسارة ولما لم يستطع فرعون قهر قلوب السحرة على الإيمان بربوبيته المزعومة هددهم هددهم بالعذاب الغليظ والتنكيل بهم على رؤوس الأشهاد. لأنه واقع وغارق في جهل شديد. جهل فرعون. جهل فرعون السر اللطيف الذي لامس شغاف قلوب السحرة فخروا لله سبحانه وتعالى ساجدين. جهل فرعون. جهل فرعون ما يحدثه الايمان في القلوب. وسبحان مقلب القلوب. سبحان مقلب القلوب التي متى اتصلت بنوره جل جلاله متى اتصلت بنوره قلوب العباد في لحظه صدق الا استمدت من انوار الله الجليل واشرقت بانواره واضحت القلوب ساعتها خاضعه لسلطانه العظيم بسر وصول الايمان حقا لقلوب السحره تحولوا في لحظه من الكفر الى الايمان، من العصيان الى الطاعه الخاضعه للرحمن. جهل فرعون جهل فرعون كل ذلك وصدق الله فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان نور الايمان الحق الذي تغلغل في قلوب السحرة منح السحرة قوة وقدرة عظيمة لمواجهة فرعون منحهم نور الايمان غنى يزهدون به ما وعدهم به فرعون من عطاءات نور الايمان وهبهم ثبات وصمود جعلهم جعل السحرة يستخفون بتهديد فرعون اياهم حينما قال لهم: ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. كان رد السحرة حاسم وواضح وصادم لفرعون. قالوا: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. واجه السحرة فرعون وجهوه بأنهم مش هيقدموا طاعته والولاء له على طاعة الخالق العظيم بعد أن ظهر أمامهم وأمام الجميع ظهر الحق واضح واضح وجلي فقالوا الفرعون اعمل اللي انت عايزه افعل ما تريد نفذ ما تريد تنفيذه في جوارحنا هذه عايز تقطع الإيد اليمنى مع الرجل اليسرى وتنكل بنا كل هذا العذاب اصنع ونفذ ما تريد في جوارحنا هي وحدها التي تملكها أما قلوبنا فقد ذاقت حلاوة الإيمان واستنارت بنور اليقين وأبصرت أنوار الحق وأشرقت فيها شمس الهداية لن يحيد السحرة بعد ذلك عن طريق الهدى مهما بالغ في تهديدهم فرعون وزاد السحرة من صدمة فرعون عندما اكدوا في ردهم انهم لا يبغون من وراء ذلك الايمان عطايا او منح او هبات كما كان يعدهم فرعون ويمنيهم بل ان غاية السحرة ومقصدهم بعد الدخول في الايمان هو طلب مغفرة الرحمن سبحانه وتعالى عما كانوا يقدمون عليه من اعمال السحر التي اكرههم عليها فرعون فقالوا لفرعون ما يؤلمه إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر اي الذي اكرهتنا ما هنا ما الموصوله اي الذي اكرهتنا عليه من السحر ودفع للايمان في القلوب دفع للايمان في القلوب التي رات الحق خروا سجدا لله رب العالمين. واعلنوا الايمان الكامل لله سبحانه وتعالى الخالق العظيم. انه الثبات على الحق، واعلان التوبه عما مضى من تقصير، واختيار المولى سبحانه وتعالى. اختيار المولى سبحانه وتعالى، فهم الان لا يرون الا الله، ولا يبغون الا رضاه سبحانه وتعالى جل في علاه. مشهد إيمان السحرة مشهد عجيب للمتدبر فيه يجد أنه مشهد مفعم بتحرك قلبي عميق أتبعه تحرك جسماني بالسجود وبعدين إعلان الإيمان بالله وبعدين إقرار التوبة من العصيان وده حال عالي إذا وصله العبد هانت عليه الدنيا وهان عليه كل شيء يعني متى وصل العبد لهذا الحال الصادق مع الله سبحانه وتعالى فاز بالنجاة الحقيقية في الدارين عشان كده كان في موقف ثابت من هؤلاء السحرة الذين آمنوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا آمنا بخالقنا آمنا بخالقنا ومالك أمرنا فهو المعبود بحق الذي أوجدنا سبحانه وتعالى من عدم وأمدنا ورزقنا من ضعف نحن ضعفاء والله يرزقنا ولا حيلة لنا لا في الايجاد ولا في الامداد. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. آمنا بربنا إيمانا مجردا من الهوى أو من الغرض. آمنا بربنا خوفا وطمعا خوفا من عقابه وطمعا في مغفرته لذنوبنا. وصدق هؤلاء السحرة الذين آمنوا. صدقوا فيما أخبروا. فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها وإحساس السحرة بالندم هذا الإحساس العميق جدا اللي كشف عنه القرآن الكريم إحساس السحرة بالندم توبة عظيمة رافقها اعتراف بالذنب السحرة دول وفقوا لشيء حاصل في قلوبهم يخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى أصل وما أكرهتنا عليه من السحر دي كشفت حقيقة الدائر في قلب هؤلاء السحرة ساعة أنواجه موسى وضوح المكلف مع نفسه يعني الإنسان في سيره في هذه الحياة لما يكون واضح مع نفسه ده بيؤدي به بي إلى النجاة من ظلمات النفس اللي ربما بيغرق فيها بعض من الناس بتسارع بالانسان الى الرجوع الى المولى سبحانه وتعالى ان الانسان يكون صادق مع نفسه وان الانسان يواجه نفسه بالاخطاء وان يكون في دايره دائره جوه من النظر والترقب والفكر واعمال العقل فيما حول الانسان من ايات ودلائل فما يتهش الانسان في الدنيا بل على طول عقله شغال عقله بيفكر انا موجود لهدف إيه الهدف؟ هدفي هو طاعة الجليل سبحانه وتعالى لو أنا بعدت عن الهدف أو أنا قصرت أو أنا أذنب على طول أرجع مرة تانية وبالتالي لو الإنسان حدث منه شيء وخالف الحق وصار خلف هواه على طول يرجع وندم ده توبة صادقة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن ندمه توبة وده اللي عمله واللي قام به هؤلاء الصحرة إنا آمنا بربنا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليمحو بسبب ايماننا ما اسلفنا من اخطاء قد اقترفناها بسبب الكفر والاشراك ومن هذه الاخطاء التي نرجو ان يغفرها الله لنا وما اكرهتنا عليه من السحر يعني والذي اكرهتنا عليه يا فرعون من السحر وعمل هذا المكر لمواجهه أو لكي نواجه ونعارض به موسى معارضة ومواجهة من هو يعلم أنه على الباطل لمن هو على الحق السحرة كان داير ده دا في نفوسهم والقرآن كشف كشف إكرههم على القيام بكده على القيام بمواجهة موسى وهم كارهون يعني هم ساعتها بيقولوا له قد كنا ساعتها لا نملك أن نعصيك لطغيانك وجبروتك كان لسه الإيمان لم تتقد أنواره بشدة فيتمكن السحرة من أنهم يواجهوا فرعون بقوة وهنا السحرة يعني هنا في السياق القرآني نلحظ ملاحظة مهمة جدا أنه ليه السحرة خصوا السحر بالذكر رغم أنهم قالوا في سياق إعلان التوبة لله سبحانه وتعالى إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا يعني ما هو من ضمن الخطايا اللي قاموا بها السحر يعني السحر مدرج داخل او هو مذكور في جمله هذه الخطايا اللي تبرؤوا من فعلها امام المولى سبحانه وتعالى ورجى هؤلاء السحره ان يحصلوا هذه التوبه بصدق ايمانه انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر خص السحر بالذكر للاشعار بعظم ذنبه وللاشعار كذلك بعظم ذنب من يأتيه وللإشعار بشدة نفورهم منه وبكثرة كراهيتهم له بعد أن هداهم الله تعالى إلى نور الإيمان ويبدو برضو أن سيدنا موسى عليه السلام لمح في السحرة خيرا حينما وعظهم كما تقدم لو احنا شفنا قبل كده لما توجه ليهم سيدنا موسى بالموعظة الواضحة يبدو أن سيدنا موسى لمح في هؤلاء السحرة يعني خير وكان للموعظة دي أثر في نفوسهم سيدنا موسى لو نتذكر توجه إليهم وقال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب وقد خاب من افترى النصيحه او الموعظه الحازمه دي وقعت هذه الموعظه في قلوبهم موقع كبير جدا نتج عنها تنازعهم والقران كشف يعني سياق النص القراني كشف عن وقوع تنازع وخلاف بين السحره فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى بقوا يتكلموا ويخفتوا الصوت والنجوى هو الحديث السري بين مجموعه من الناس دون غيرهم فأسروا النجوى فيما بينهم واختلفوا فيما بينهم وشعروا بأن هذا الكلام لا يصدر عن ساحر إنما يصدر عن صاحب حق فلما أن شعر فرعون بذلك أكرههم أكرههم فرعون على, المكر على هذا المكر الذي قاموا به وخلهم يكرروا نفس الكلام اللي فرعون قاله فكرروا كلام فرعون قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قاموا بهذا وهم كارهون لمعارضة ومواجهة موسى لأنهم يعلمون أنها من قبيل مواجهة الحق بالباطل ده المعنى اللي كان داير في قلوبهم كانوا مترددين في مواجهته حاسين أنه هو على حق أصله يعني ثبات سيدنا موسى وسيدنا هارون اثنين قدام هذه الجمهره الغفيره من السحره دليل على ان الاثنين دول على حق ومقاله الحق لها سلطانها في نفوس الناس حتى لو كانوا من اهل الكفر والعصيان عشان كده هم اتهزوا والحاله النفسيه مش عايزة اقول نفسيه لكن نقول حاله قلبيه اصل القلب ده اذا عرف الحق وعرف الله بيحصل وبيقطع مسافات سريعه جدا في طريقه في مرضات الله سبحانه وتعالى في التحقق في مقام العبوديه يبدو ان السحره بموعظه سيدنا موسى وترددهم في ان هم يدخلوا معاه في هذا النزال وهذا الصراع القلبي الدائر في قلوبهم وميل قلوبهم أنهم ما يواجهوش الحق ده الا ان فرعون اكراهم حصل لهم بسبب هذا الحوار القلبي في نفوسهم والذي لا يعلمه الا الله حصل لهم التوفيق الى الايمان والتوبه وصاحوا قائلين: والله خير وابقى، ردا على قول فرعون لهم: ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى، ان ما انتهى اليه السحر من الايمان واليقين في الله تعالى امر من جهه العقل لا يلام فيه او لا يلامون عليه، ليه؟ لانه منطق او انه ده رشد في التفكير. لان القضيه كانت معروضه فيها احترام فيها غايه الاحترام للعقل الانساني. في وضوح للحجة والبرهان لا يلام الصحراء أبدا إن هم بنوا وانتهوا إلى هذه الحقيقة بمنهج في تفكير يطلق عليه منهج رشيد اللي أحدث منهج التفكير ده عن طريق النظر في هذه الحجة بنظرة المتفكر اللي بيفكر وده اللي قدهم ده اللي عمل هزة في قلوبهم ده أمر كان واضح جدا وده منطق يرضاه العقل السليم آيات واضحات أعقبها إذعان وإيمان ثم إيضاح السحرة لحيثية الإيمان وهي طلب الغفران ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى كل دي أمور لا يلام السحرة إلى أنهم دخلوا لأن دي كانت منازلة أمام الجميع الغلب فيها لمن يغلب والغلبة كانت ساحقة فإيمان السحرة أمر منطقي جدا عشان كده هم قالوا له والله خير وأبقى هي بعد وضوح البينات دي وهذه القوة الواضحة في وضوح الآية نخالف الحق كل شيء يزول وأنت يا فرعون ستزول كما سيزول كل شيء بل دنيا كلها ستزول ليه؟ لأن والله خير وأبقى لن يبقى إلا الله سبحانه وتعالى لن يبقى إلا الجليل خالق كل شيء والله خير وأبقى ويبقى سؤال مهم يعني هل فرعون او هل فعل فرعون بالصحراء ما توعدهم به ولا لم يفعل ذلك يعني هل فعلا قام بهذا الامر بتقطيع الايدي والارجل الحقيقه المساله فيها نقاش علمي ما بين العلماء قال بعض العلماء قتلهم وصلبهم وانكر بعض اهل العلم ذلك يعني ما بين فريقين واحد قال لا واحد قال لا لا ما عملش كده لم يقطعهم لم لم ينفذ ما توعدهم به لكنه الحقيقه اعجبني قول من قال من اهل العلم انه لم يقتلهم وان الله عصمهم من اجل ايمانهم الراسخ بالله تعالى. طبعا اللي هيحسم القضيه بين الفريقين هو الدليل ودليل هؤلاء كان مقبول لدي انه عصمهم المولى سبحانه وتعالى بايمانهم الراسخ بالله تعالى لان الله قال لموسى وهارون عليهما السلام انتما ومن اتبعكما الغالبون وصدق الله العظيم مرحبا بحضراتكم من جديد ننوّه على صفحتنا الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره مع الدكتورة ندى عماره وكذلك الارقام الخاصه بالتواصل معنا من داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه معانا استاذه فاتن ايوه اهلا شو. وسهلا انا بحبك والله جا... أكرمك يعني وبحترمك شكراً. جدا اكرمك الله اشكرك اشكرك ربنا يخليك بص طبعاً. انا ليا سؤالين السؤال الاولاني انا ليا اخت واخ من والدتي هل دول يورثوا في انا بس جميع اسئله المواريث بحولها يا فاتن على دار الافتاء اه تمام قولي السؤال ب... التاني السؤال انا بكتبه يعني ليا ابن اختي قاعد معايا عشان انا ما عنديش اولاد انا, أنا مربياه لو انا كتبت له حاجه على يعني حياه تاني يعني دي فيها حرمه يعني انت عايزه تديها له عطيه ولا عايزه تكتبيها وبعد ما عمر طويل ان شاء الله انه تنصرف اليه عايزاها آه وصيه ولا عطيه يعني ده اللي انا بساله عطيه, عطية يعني بديها وانا ما زلت في الدنيا وصيه وأنا... يعني ان شاء الله بعد عمر طويل انت هي بعد يعني عطيه من يعني بعد عمر طويل تبقى ليه اه يبقى دي وصيه انت عايزه توصيله بشيء بس كاتباها له آه وسجلتيه بقى في الشهر العقاري وكده كتبتيه ولا لسه عايزه هتكتبي؟ لا كتبتها له وخدت عليها صحه توقيع تمام ماشي هي طيب حاضر ماشي يا ست فاتح ماشي ماشي, ماشي. ماشي. انما السؤال الاولاني حاضر شكرا حاضر يا استاذه فاتن حاضر شكرا تفضل يا ملك م... معانا ملك ولا شيء ملك طيب حاضر اتفضلي يا ملك ملك طفلة أهلا يا ملك طيب أستاذ محمود أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ازيك دكتورة أهلا وسهلا الحمد لله في نعمة يا فندم الحمد لله أنا حضرتك متجوز من 10 سنين امم إيه معايا بنت وولد م. وبعلمهم في مدارس خاصه والحمد لله نفقات كتير ومصاريف الحمد لله مش تاثر مني في اي حاجه م. تمام وبعامل بلدتي وهم اربع بنات اخواتها وبابا كان تعبان وكنت بعملهم بمرض اللي هو اكتر اللي هم انا سايبك يعني ايوه تمام فحضرتك دلوقتي انا بقى شهر كده يعني هي خلافات مستمره بس ولكن حاجات مثلا غط شعرك ما تكلميش فلان في شويه اهمال من يمي اجي اوصيها بيهم بمرض الله بالحسنى الاهمال الاهمال ده دا في داخل البيت ولا بس الملاحظات اللي حضرتك بتقولها؟ اه في داخل البيت. امم. بحضرتك لحضرتك. فدلوقتي من شهر زعلنا شويه فبعت لها ناس وقرايبها وقرايبي فما فيش مشكله كل اللي عندهم احنا ما حدش يجي لنا احنا بنتكلم في طلاق وفعلا رفعوا عليا قضيه طلاق. وانا بحب مراتي واولادي وعايز اربي اولادي في أمني يبقوا مع مامتهم في بيتي. م. فما يعني ما فيش ان هو عندهم استجابه لاي حاجه الا الطلاق. دي, دي دي والدها موجود يا استاذ محمود يعني اللي اللي والد بيعصيها دي متوفي. افندم؟ والدها متوفي ميت اه امال مين بقى اللي مقويها كده؟ والله يا دكتوره هم ما مامتها موجوده ولها خال اه هو اللي متولي الموضوع فكل مطلق وخالها ومامتها الاثنين متفقين على انه يطلقوها؟ ايوه ومعاها اولاد بنت وولد عشان بتقول لها داري شعرك وكده ولا حاجات تانية يا استاذ محمود لا 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 والله لا, لا انا 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 صادق بس يعني انا متعجبه يعني طبيعي يعني انه انت كرجل تغير عليها وانه انت بتوجه هل الاسلوب بتاع التوجيه طريقته مش لطيفه بيبقى جارح وصاد حد ولا بطريقه لا والله يا دكتوره طب انت حضرتك شايفه ايه السبب؟ اصل ده شيء يعني شويه وصوت واطي وكل حاجه امال و... هي عايزه ايه؟ واحده تهد مم. بيتها كده يعني بسهوله عشان جوزها بيخاف عليها يعني؟ احنا احنا, احنا اصلا عايشين عند مامتها لان ظروفها اه كان والدها تعبان وانا بسافر شغلي وبرجع اخر الاسبوع وهي طبعا كانت متجوزه انا بيتت بلد غير البلد اللي هي منها وكانت تبقى الوحيده في البلد وبابا كان تعبان فالمهم يعني ظروفنا اضطرت ان هي تعيش في بيت قريبها. فاحنا عايشين عند مع مامتها في بيتهم وكل حاجه والنفقات الحمد لله هم. والمعامله والفسح وكل حاجه لها طلباتها مجابه من غير هم. ما تقول هم. انا بجيب وعندها عندها وعايزه حاجه ثانيه انا بجيب لها. ولكن فجاه كده ان المعامله اتغيرت حتى لما اكون في الشغل ورنا لها في التليفون فين وفين على مطلوب ده بعت لها بوست على النت مثلا فين وفين على ما تشوف معلمين فاتحة الصفحه. هم. ويرن عليها لا مشغولة وحتى تشوف مكالمتي ما تردش عليا أو بعد ما تشوفها ترن عليا تاني يعني يعني أنت لو حضرتك حبيت تتواصل معايا ما تردش على حضرتك أي طيب. إلى الآن طيب لا الكلام ده اللي حضرتك بقولك عليه ده كان وإحنا كويسين مع بعض حتى لما ارن عليها وأنا في الشغل فين وفين أنا لما ترد ما مني مثلا رن عليها تاني لا مشغولة طب ما أنت شفت التليفون وشفت مكالمتي طب ما ترن عليا امم كده يعني يعني طيب انتهى الأمر إلى إيه وما السؤال تحديدا بس؟ إيه، وقال انا بحب مراتي وعايز اربي اولادي في حضن مع مامتهم ولكن هم رافضين قضيه الطلاق وكل ما بعتهم لهم حد ما فيش فايده في دماغهم الا الطلاق. انا عايز اعرف ايه الحل ونتيجة ايه. انك تعمل ايه معاها في الحال ده؟ ايوه اعمل معاها ايه ويعني انا عايز ارجع ارجع مراته ونعيش مع بعضنا فمش عارف وانت ما فيش ك... حوار بينك وبينها. لا فيش عقلاء عندهم يعني بالصوره دي على الروايه اللي حضرتك بتقولها يعني انا حضرتك انا اجيب على اللي بيتقال لي. تمام فيش كده انا مش شايفه عقلاء انه في اطفال وان احنا ناس على خراب البيت او طلاق وانا مش شايفه سبب وجيه او ربما شيء يخفى عليا لا هو شيء يخفى عليكي لا والله هو ده كل حتى أما لما راح حد في نفسها هي في نفسها هي مش انت حضرتك بتقولي اللي في نفسك هي أوه. ربما في شيء في نفسها عشان الواحده تقف وتحط بيتها كده على حافه الهاويه وترفع قضيه طلاق عشان جوزها بيقول لها داري شعرك او خلي بالك مش عارفه من كذا او انتبه لكذا يعني يعني اتمنى انها يبقى في وضوح لان الامر كده مش مش واضح في شيء مش واضح حاضر يا استاذ محمود نسال الله التيسير يا ملك الو اهلا اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بيك يا ملك ملك وطي التلفزيون واسمعيني من سماعة التليفون حاضر شكرا تفضلي أنا أسمع لحضرتك النبأ تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه هم فيه الميم زهره هنا. الذي هم, هم فيه لا ما, بد ما بعملش ما بعملش غنى هنا، هم فيه على طول. الذي هم فيه مختلفون ممكن ترجعي تاني تسمعيني عم او لالا عم يتساءل اه انا مش عاي عم لا عم يتساءل عم يتساءل عما يتساءلون يتسائلون ليه انا مديت الالف هنا؟ لان الالف هنا حرف من حروف المد الثلاثه اللي كلكم اكيد خدتوها في المدرسه احنا عندنا حروف المد الالف والواو والياء الالف اللي هي والثلاثه يكونوا ساكنين والحركه اللي قبلهم يعني مثلا عندك الالف هنا قبلها الحرف اللي قبلها مفتوح وراها همزة في نفس الكلمة همدها أربع حركات على طول يعني لما يكون حرف المد حرف من حروف المد الساكن اللي قبله حرف مناسب له يعني مثلا قبل حرف المد اللي هو مد الألف قبله الحرف اللي قبله مفتوح حرف المد الواو ساكن وقبله مضموم حرف المد الياء ساكن وقبله مكسور وراهم همزة في نفس الكلمة في نفس الكلمة زي تساءلون مش في كلمتين ده في كلمه واحده همد اربع حركات زي ايه كمان زي كلمه سو زي سماء ادي سوء الواو اهي موجوده في نفس الكلمه معاها الهمزه والواو ساكنه وقبلها حرف مضموم ومعاها الهمزه في نفس الكلمه يبقى حروف المد الثلاثه الساكنه اللي بيجي قبلها حركه مناسبه لحرف المد يعني قبل الواو الساكنه حرف مضموم قبل الالف الساكنه مفتوح قبل الياء الساكنه مكسور ومعاهم همزه في نفس الكلمه حمد اربع حركات يبقى ماجي اقرا يتساءلون يتساءلون عمة تاني عم, يتسأل عم... عم, المين؟ عم يتسألون عن, عن... غنّي المين امّا يتساءلون عن عن العظيم صدق الله الم... العظيم صدق خلي الله. بالك بس بقى من الحاجات البسيطه اللي قلناها مع بعض وراجعي بقى انتبهي كده لحروف المد التلاته وبالذات بقى كمان لما يبقى معاهم همزه في نفس الكلمه يا ملك وربنا يفتح عليكي يا استاذه امل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى يا وبركاته أهلا وسهلا. <تسفين> اهلا وسهلا اهلا وسهلا انا عايزه اسال حضرتك أم... على اللي بيقول انه يعني بيشكك في الاحاديث والسنه عموما الطريقه اللي وصلت لنا بيها انه ممكن تكون مثلا يعني اللي نقلها لنا نقلها غلط او فيها حاجات فاللي هو احنا المفروض ان احنا نمشي ورا القران بس من غير لما نشوف سنه من غير ما نشوف احاديث من غير اي حاجه ومثلا بدل... ومن ضمن الحاجات اللي بيقولها انه الحجاب مش موضوع واضح في القران أنه هو فرض ولا حاجه فانا عايزة اعرف ايه الرد المنهجي احنا ما نعملش يعني... حاجه بقى احنا نمشي وراه هو يعني هو هو اللي هيشرع هيركن الاحاديث على الجنب ويشتغل في القران ويالف في القران كمان ايوه يعني ما هو المشكله ما هي... ان هو يعني ما احنا بولينا بولينا بيقول لك ايه يعني تنويري تنويري دي يعني كلمه كده فضفاضه بدون دراسه ولا تخصص ولا ولا اي حاجه واي كلام بيتقال وخلاص وياخد من حته ويسيب حته وطبعا المتلقي مش هيعرف يضبط هذا الامر فبالتالي كلامه ده يعمل زي فرقعات ويبقى لها تاثير الواحد يطلب العلم عشان يقدر يفهم بالظبط ما هو انا المشكله انه يعني هو يعني صاحب اخويا ويعني بي يعني خايفه انه بيأثر على اللي حواليه يعني اللي هو يعني هم بيوريهم بقى فيديوهات المفروض شيوخ بيتكلموا بنفس الكلام ف يعني مش عارفه ايه الرد المناسب اللي يكون ولا عدم الاعتبار له والتركيز ان انا ادرس صح لان انا لما ادرس صح هيبقى عندي ثبات اهل العلم لا اهتز بهذا الكلام ولا احنا بنتعامل ان كان هو المروج او المعروف يعني يقول لك انتوا بتقدسوا العلماء واحنا ولا بنقدس ولا بنعمل كل الاعتبار عندنا بحجه الدليل ومدارس عقليه علميه رائعه في التاريخ الاسلامي للي درس وتتبع ومشي وصبر وتعلم انما واحد ما بيعرفش يقرا القران هيفهم القران ازاي؟ وده العربي القديم كان يبعت الطفل اول ما تولد ليه الصحارى عشان يتعلم اللغه حتى يفقه حديث الناس ويتقن بقى الشعر ويتقن النسر ويتقن هذه اللغه الرقراقه الجميله المعبره جدا ما بيعرفش يقرا ايه في القران هيفهم ازاي ومن لا يحسن القراءه لا يحسن الفهم والقران علم عظيم عشان اقدر افهمه لازم اكون اتلمست واكون قرات واكون اتعلمت وده لا يعني التلمذه وتتبع اهل العلم لان العلم لابد له من تلقي والا بقى الناس كانت قفلت كل المعاهد العلميه والمدارس عشان لا منك للكتب لا ما فيش حاجه اسمها كده في حاجه اسمها علم له معلم وربنا سبحانه وتعالى ما ارسل بالرسل ما ارسلش رسالات من غير رسل انما ارسل رسل عشان يعلموا العلم وعشان ياخذ هذا العلم الاجيال اللي بعدهم جيل خلف جيل ياخذ من خلف عمن سبقه هذا العلم في كل انواع العلوم والمعارف واحد بيتجرأ على النص بجهل بالغ في اللغه العربيه وده واضح جدا وجهل بالغ في اصول العلوم ومناهج الفهم هذا الفقر الواضح في كل هذه الادوات اما نجري الناس بتجري لان الناحيه العلميه ضعيفه لكن لازم نزكيها. بالتلمده وبالفهم وبالتتبع وخلي بالك طريق الله في ثبات طريق اللي, اللي كل واحد بقى لك لا ده مش هم دوله اللي بيتبعوا فلان اللي بيقول لك بتاخده بالحديث اللي مش عارف الضعيف ويقول الكلمه ويسيب بقيتها طب فين الشروط اللي احنا بنقبل بيها الحديث ده لا ما يقولهاش يقول حته ويسيب ثلاثه لا واحنا بقى نقعد نضيع وقتنا معاه لا ولا ضيع وقتي معاه ولا اناقش من هو على مثلي في الدرجه العلميه وأناقش اللي عايز يفهم مش اللي عايز يهت ويكسر ويدمر بدون فهم وعايز يعمل قائد تنويري ما هي كل لكل من هب ودب والتخصص ده نلغيه وأهل العلم نقعدهم في بيوته يقول لك ما حدش هيرد هيرد على إيه؟ واحد جاي واحد الإمام الشافعي كان بيقول كلمة مهمة أنا لو ناقشت جاهل لو ناقشت عالم ربما أغلبه أو يغلبني لو ناقشت جاهل هيغلبني ما عندوش منطق ما فيش منهج ماشي بيه واحد رافض السنه طب هنصلي ازاي لا هو بقى هيصلي بهواه ربما ما يصليش اصلا طب واقم الصلاه دي ايه على هتمشي فيها ازاي عرفت منين هيئه الصلاه لما انت هتترك السنه وغيرها والحج وفرائض الحج وسنن الحج الاشارات اللي جاءت في القران ووضحتها السنه النبويه المطهره ما انا لما الغي السنه حلغي كل ده حلغي الصلاه وحلغي ابواب في الحج وحلغي مسائل كثيره في العلم ربنا أرسل رسل ورسالات على مر التاريخ الإنساني وده من رحمة ربنا بالعباد ما أرسلش رسالات دون معلمين إنما أرسل الرسل قدوة وأهل علم يعلمون العلم والنبي عليه الصلاة أشار إلى ذلك إن العلماء ورثة الأنبياء لو حدث إنه في تخاذل من البعض في الحركة العلمية وفي الإنتاج العلمي لا يعني إن العلم هيموت عمر العلم الديني ده ما يموت أبداً لإن هذا القرآن نابض وحي وربنا سبحانه وتعالى يقيد له من يقوم به ويوضحه للناس أنا همشي بقى ولا اللي هيقعد وأنا ما عنديش قواعد علمية ولا منهج علمي أقدر أفهم ده واخدني لغاية فين ما هو ده زيه زي الإرهابي تمام وأنا تنيني أصر على هذا الكلام الاثنين على طرفي النقيض الاثنين على طرفي النقيض زي ما بحارب دول فكريا لازم أواجه دول فكريا المواجهة من إن أنا أناقش على أسلوب علمي ومنهج علمي مش واحد عبسي جايب لي, عب ما لي عبس وأنا المفروض أقعد أناقش هذا العبسي اللي عمال يدمر في عقول ويوجه النصوص بطريقة خاطئة الإرهابي اللي بيلوي النص ويقول روح يقتلوا الناس ويدبحوها زيه تمام كهذا الذي يقول أنه تنويري بغير علم كلمني بالعلم والمنطق بس تكون دارس ومتخصص وفاهم ما تقول وأجالسك وأجلس إليك وأسمعك انما غير كده انا بضيع ناس كتير مش متخصصه ومش فاهمه ده بيقول ايه ولا بياخد الناس ازاي سهل ما كل حاجه تقول له ده ده مش موجود وده مش موجود. علم المواريث كانوا عايز يتشال وما الحجاب عايز ما كذا ونسي انه كل هذه يعني حتى قضيه الزي الشرع اللي شغلين الناس بيها قضيه ازليه في الكتب السماويه في التوراه وفي الانجيل وختاما بالقران الكريم ده انا عايز اقول لكم انها كانت اكثر وضوحا في التوراه وفي الانجيل ثم ختاما بالقرآن الكريم كانت بقى النظرة الوسطية لكن موجودة في سائر الكتب السماوية نظرة قاصرة مبتورة ما هو لو متدرب علم صح وفاهم أنه لازم يقرأ في هذه الكتب السماوية كلها من التوراة والإنجيل وختاما القرآن الكريم إذا كانت التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد والقرآن الكريم هو العهد الخاتم وكلها نظرة كلها رسالات سماوية خالدة لكن إحنا بنكلم مين؟ أكلم أنا واحد جاهل قاعد بيتكلم بأي كلام وأقعد أقول وأشغل بيه الناس والعامة وندافع ونروح نرد، لا علموا الناس العلم، نعلم الناس العلم هو ده أكبر مضاد حيوي لهذه الجرثومات اللي بتدعي على نفسها إنها أهل علم وأهل فقه وأهل فهم. ننتبه إن الاتنين لابد من المواجهة الفكرية بتعليم العلم الأصيل الإرهابي زي ذلك الذي يدعي انه تنويري ويعلم الناس كلاهما يلوي النص ويذهب به بعيدا عن مراد الله سبحانه وتعالى اللي هو حقل العمل العلمي لاهل العلم ولاهل التخصص القاكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل مرحبا بحضراتكم من جديد. كانت فرحه امبارح بتسال في مساله لطيفه جدا بتقول ان الست الوالده والدتها ما بتعرفش تقرا وتكتب فهي بتقول هل انا اقرا القران واوهب لها مثل ثواب القراءه دي ولا ده امر لا يجوز لانها ما زالت على قيد الحياه؟ عايزه اوضح لك حاجه بس الاول يا فرحه ان زي ما لفضل القراءه من فضل هناك فضل كذلك للاستماع الى القران الكريم فانت يعني فضل الاستماع اليه ايضا موجود ولا شك بلا شك ان قراءه القران الكريم لها فضل كبير جدا لا شك ان قراءه القران الكريم من افضل العبادات وكذلك الاستماع الى القران الكريم من العبادات لان لكل منهما فضل عظيم، فضل قراءه القران الكريم يعني جاي فيها احاديث منها يعني ما ورد عن عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح لا اقول الف لام ميم حرف ودي الاحرف المقطعه ولكن الف حرف ولام حرف يعني الألف ده عليه ثواب واللام حرف وميم حرف وبالتالي إنه لكل من لكل حرف أجر وثواب وطبعا الزكاة الحسنة بعشر أمثالها فالله يضاعف لمن يشاء على قدر إخلاص العبد في قراءته وفي التوجه لمولاه بالقراءة ويجوز كمان لمن إنه الإنسان إن مثلا شايفة أمي وعايزة أقرأ لها وأوهب لها يجوز لمن يقرأ إنه يهب بالدعاء مثل ثواب قراءته لمن شاء من الاموات والاحياء خاصه لمن لا يحسن القراءه انا خلصت القران كده وقلت اللهم موهب مثل ثواب ما قرات الى امي الحبيب ما فيش مشكله لا حرج في ذلك ومن فاته انه مش قادر يقرا لانه مش عارف يقرا او ما اتعلمش ما القرايه والكتابه ما يفوتوش ثواب الاستماع ما برضه دي جارحه جارحه اللسان انا اقرا بيها وهناك جارحه الاذن اسمع بها القران الكريم والحديث اللي روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من استمع الى ايه من كتاب الله كتب له حسنه مضاعفه ومن تلاها اذا الاستماع له اجره كتبت له ايه حسنه مضاعفه طب واللي تلاها اللي بيقراها كانت له نورا يوم القيامه مفيش انسان محروم من العطاء الرباني وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا الصحابه والصحابه بيقراوا القران كان النبي يحب يسمع كذلك القران يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي وعبد الله بن مسعود كان يعني من كبار قراء القرآن الكريم وكان من كبار من يعلموا قراءة القرآن الكريم عشان نقول إن العلم له تخصص المسألة مش كده ده تخصص وتعب ومجهود ودربة وإخلاص ورسالة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام جاء لما جاله عبد الله بن مسعود وقال له النبي قال له اقرأ علي قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم ده هنا بيوضح كمان فضل الاستماع فقرأت سورة النساء هكذا عبد الله بن مسعود يقول حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود حسبك حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يعني قراءة القرآن الكريم أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الاستماع إلى من يقرأ سواء مباشرة أو بواسطة من إذاعة أو من نحوها وربنا سبحانه وتعالى علمنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إذا هي عبادة كذلك فاجمعي بين الأمرين يا فرحة وإحنا إيه الوقت خلاص أفضنا إحنا في الإيه طيب ان شاء الله باذن الله كل الاسئله اللي بنتمكن النهارده الرد عليها غدا باذن الله ربنا ان شاء الله يعيننا ونجيب على جميع هذه الاسئله ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام اللهم انا نسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينا نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخره وان تدفع عنا كل الفتن والافات وان تقضي لنا في الدنيا والاخره جميع الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم امين استودعكم عنايه الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته